قطع الإنترنت وقطع الأرزاق معه. دولة كاملة تتوقف فيها مواقع التواصل الاجتماعي عن العمل، والسبب أن هنالك امتحان تمهيدي لطلبة الخارج. 8 ساعات من الانقطاع أثرت تأثيراً سلبياً على المستخدمين، شركات كانوا أو حتى مواطنين. ما يصير صراحة، لأن أكو ناس هواعد هالشغل بتطبيقات التواصل مثل واتساب، تليجرام، أكو قنوات على التليجرام تعتمد على النت. دراسة ناس هم عندهم يأخذون، أنا عن نفسي أخذ من التليجرام مثلا ملفات وكذا أدرس عليها، وأكو تطبيقات هواية تعتمد على النت على مود تشتغل الناس. أغلب دراستنا هسه تعتمد على النت. مثلا أنا طالب سادس، من أقعد مثلا نقول ما عندي ملازم غير أبحث عن النت، طلع ملازم على التليجرام يطلنا شروحات، يعني أسئلة يدزون، ما راح يعتمد يعني على الساعات، هذا راح ينقطع راح يضرنا بهالشيء. وزارة التربية وجهت نحوها أصابع الاتهام باستخدام أسلوب يشي بأن هنالك ضعفا في الإجراءات التي تحافظ على سياق عملها، وهنالك سوء في إدارة الأزمات. فالابتعاد عن محاسبة مهربي الأسئلة هو ما يدفع إلى قطع الإنترنت. طبعا هي صورة عكسية، مثل ما تتخذ هيك هذا إجراء بحقها، أنه ضعف الإدارة وعدم الرقابة، وهناك يعني لو تتسرب الأسئلة، يعني ما أعرف يعني هذا، يعني تعرف اليوم إحنا عصر التكنولوجيا، عصر التقدم، اليوم إحنا معاملات، هناك إجراءات مصرفية، تعرف أنه خسائر كبيرة وفادحة بعقب القطع الإنترنت بسبب الامتحانات. أنا أشوف هو قرار مجحف بحق الشركات بحق العالم كلها بأجمع. يعني أنا أشوف لو هم الوزارة التربية تضبط كوادرها يكون أفضل من هذا الشيء. ما يصير أنتم يعني توقفون العمل مع العالم، يعني شغلهم وضعهم اليوم أكثر الدنيا شغلها على الواتساب جروبات، فما يصير أنت يعني على ما تضبط. وثاني هو تمهيدي، مو تقول مثلا وزاري أو نقول نهاية سنة، أو هو تمهيدي، مجرد تمهيدي للخارجين، امتحان تمهيدي فقط، وهكذا كان الإجراء. كيف الحال لو كان وزاري؟ يقول المواطن ممتعضا من سلب حريته وقطع رزقه بأن الفشل الحكومي هو من يتحمله دائما في وقت تعجز به بعض مؤسسات الدولة بالاعتراف أن إجراءاتها ضعيفة. عمار غسان، قناة الرشيد.